مكارم الأخلاق. هذه الحياة دروب نحن نسلكها، فيها الفضائل مقياس وميزان. إذا أخذت مكارمها أعزتك، وعكس ذلك إخفاق وخذلان. إليك النصح من قلبي أقدمه، نفوس فيه والأبدان تنصان. تسامحنا تعاوننا محبتنا، هذه الفضائل للأخلاق عنوان. هذه الفضائل للأخلاق عنوان. أنا وجودي هنا في هذه المؤسسة في إطار واحد البرنامج متكامل عند هذه المؤسسة فيما يسمى بالأنشطة الموازية المندمجة. كتشوفوا واحد نوع من الفورم بيداغوجي تربوي لصالح التلاميذ، كيكون لفائدة التلاميذ، ولكن بصفة أساسية للأساتذة وللآباء والأمهات للتلاميذ. كيجيو في هذا الفورم بشكل منتظم طول السنة. أنا سبق لي نشط واحد الفورم كان موفق، وكان حول موضوع ليستيم دو سوا، احترام الذات والثقة في الذات، وكيف نطور احترام الذات والثقة في الذات. نشطت ملتقى بيداغوجي ثاني حول الإعداد للامتحانات. طبعا الحال كتعرفوا أنه الآن بدأ تقترب موسم الامتحانات اللي غادي يكون في إن شاء الله جوان. كنشعر بأنه لا الأساتذة ولا الإدارة وخاصة الآباء والأمهات الأولياء للتلاميذ يحتاجوا لنقش معهم شنو هي أحسن الطرق، شنو هي أحسن السبل لمساعدة أبنائهم وبناتهم لمواجهة الامتحان. تهويل الامتحان والخوف من الامتحان، وما يمكن أن ينتج عن هذا التهويل وهذا الخوف، ما يمكن أن ينتج عنه من قلق ومن برع. لذلك خص كل هذه النصائح وكل هذه التوجيهات وكل هذه الاستعدادات تتم بواحد الشكل طبيعي، بواحد الشكل تلقائي، وتكون من بداية السنة إلى نهايتها. السلام عليكم. في إطار أنشطة موازية اللي كتقدمها مدرسة رياض الأندلس، واللي هي أنشطة مفيدة جدا للأطفال ديالنا، كانتنا في الملتقى التربية. هذا الملتقى كيفعنا بزاف أنه فرصة كيتلقى فيها آباء، أساتذة، تلاميذ، أطر إدارية، لما كنناقشوا فيها موضوع ديال
الفصول الاخيره كان قدام الموضوع ديالنا هو الامتحان، كيفاش ينتهي التلاميذ ديالنا الامتحان. تلقى الاستاذ محمد الدريش مجموعه ديال المراحل بخاصة الاباء ولا الاساتذه ولا الاطفال من زيتون التلاميذ انهم يعتبروا باش يوجدوا مزيان الامتحان ديالهم انهم يمشيو له فواحد الوقت ولا الاطفال ما يكونوش ستريسين هذا الامتحان. اذا هذه الدوره كنتم ان نعرفوا ان الامتحان هو ماشي واحد الوحش، ماشي واحد العائق في حاله الاطفال ديالنا في حاله التلاميذ، ولكن هو واحد الخطوه اللي كيدوزها التلميذ باش انه كيثبت الدرس ديالو، باش انه كيقيم الانجازات اللي دارها طيله السنه. أود أن أشكر أستاذنا الجليل محمد الدريش على هذه المعلومات القيمة التي نرجو أن تفعل، وفي الحقيقة نحن جد سعداء بهذه الملتقيات التي تتيح لنا تبادل الآراء حول مختلف القضايا التي تهم الحياة المدرسية وتلميذ المدرس على الخصوص. الحضور ديالنا في اطار واحد الفوروم اللي هو كيفاش نبريباريو وليداتنا انهم يدوزوا الامتحانات ديالهم. فعلا كان حضور من طرف الاباء، من طرف الاساتذه، ومن طرف اداره المؤسسه مشكوره. هو كان في اول لقاء ديالي مع المؤسسه وكانت تسعى الى التميز، كانت فيز ديكسيلونس. فعلا انا من خلال لقاءات ديالي طول السنه معاهم عرفنا ان هناك كاين واحد السعي نحو التميز، وهذا فعلا شاهدته من خلال حضوري المجموعه من لي فوروم، خصوصا مع اساتذه من طيله الاستاذ اللي كان معنا السيد الدريج، ومن طيله اساتذه اخرين كبار سواء في علوم التربيه او اساتذه اخرين، وحتى ايضا من خلال المحاضرات اللي كانت كدير من خلال التكوينات، ومن خلال ايضا نقولوا المؤثرين اللي حضراتهم من خلال السهر ديالها على تكوين الاساتذه، وايضا مجموعه من الانشطه سواء داخل او خارج المؤسسه. فعلا هي مؤسسة تسير قدما نحو الأمام ونحو المدرسة الحديثة، وفعلا هي كتفيزي ليكسيلونس إن شاء الله إلا غيرها أنها تحقق هذه ليكسيلونس جميع لي ديمونسيون ديالو. ميرسي. ودليل هذا الشيء انكم جايبين اساتذه كثار كيوجهوا الوليدات وتيعاونوا حتى الاباء باش انهم يكونوا معاهم في هذا الطريق ديال ليزيكزام. تنشكروا المدرسه ديال الاندلس وتنشكروا الستاف اللي كاينين، الاساتذه والناس اللي في الاداره اللي مساعدين هذه الوليدات ديالنا، وشكرا. الذي يهتم بالأبناء والآباء ويربط الصلة بين الأسرة والمدرسة، إذا بهدف تجنيد الجميع لتقديم المساعدة الضرورية والدعم الخاص لتلاميذنا. إذا فنحن كإدارة وطلبة تربوية وأساتذة كره الإشارة، ونتمنى النجاح والتوفيق للجميع إن شاء الله.